الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بكم جميعا هنا في الجامعة الإسلامية بغزة باسم إذاعة القرآن الكريم التعليمية صوت الجامعة الإسلامية، وخير بداية القرآن الكريم فليتفضل الأخ عبد الرحمن عجور على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وعاد. صدق الله العظيم. بارك الله في أخينا عبد الرحمن على هذه التلاوة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في صحائف أعماله وأعمالنا جميعا يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام سلالة النجب وصفوة العرب، أجل من خطب صاحب الهاب ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أيها الإخوة الكرام، نلتقيكم اليوم وكلامنا منقول إليكم على صفحات قلوبنا، فأنتم في حبات عيوننا وحنايا صدورنا التعليمية صوت الجامعة الإسلامية من غزة. شكرا وتقديرا وتكريما لنخبة الدور البارز والكبير في إنجاح الدورات البرامجية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، نطير لكم التحية المكللة بعبارات الحب والتقدير، فأهلا وسهلا بكم. رئيس مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية والمشرف العام لقناة الكتاب الفضائي. الله تعالى وبركاته، نرحب بكم في هذا الاحتفال الأول الذي يعقد من قبل إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية من الجامعة الإسلامية بغزة، ولنا الفخر أن تكون هذه البداية بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية خير لبرامج كثيرة متميزة غير معتادة ونوعية في نفس الوقت. نرحب بالإدارة، إدارة مجلس الإدارة، دكتور ماهر السوسي، دكتور وائل المنعمة، الأستاذ أحمد، الأستاذ أبو البراء جزاه الله خير الجزاء، والإخوة جميعا، وبعض الإخوة تغيبوا لأسباب يعني فنية. الحقيقة نحن هنا كذلك لا ننسى أن نرحب بالإخوة الأفاضل الكرماء من المعلمين، معلمي الثانوية العامة الذين كان لهم الدور البارز في يعني تقديم البرامج النوعية في إذاعة القرآن الكريم التعليمية، كان لهم الدور الكبير الذي يعبر عن اهتمام الإذاعة بهذا الجيل تثقيفا وتوعية. هذا الدور البارز من قبل إخواننا المعلمين الثانوية العامة
الذي أعطى بعدا وتميزا واضحا لإذاعة القرآن الكريم ولفلسفة القرآن الكريم الموسوعية بمقاصدها وأغراضها، حيث لم تقتصر على تلاوة القرآن الكريم وقراءات وتلاوات وروايات مع أهمية ذلك وعظمة ذلك، إلا أنهم بمشاركتهم وببرامجهم أعطوا بعدا على أن هذه الإذاعة لها فلسفة بعيدة تقوم على التعليم والإرشاد والاهتمام بالطالب الفلسطيني، بحيث يكون هناك يعني دور فاعل للجامعة الإسلامية من خلال إذاعة القرآن الكريم من هذه الجامعة المباركة في صياغة جيل مثقف فلسطيني. كذلك لا ننسى دور الإخوة دور إخواننا الفضلاء من العلماء والوعاظ والمفكرين والمحاضرين في الجامعة الإسلامية وخارج الجامعة الإسلامية، الدور البارز الدور المهم في تقديم البرامج النوعية، برامج مسجلة وبرامج مباشرة قدموها من خلال يعني خطة الخطة السابقة والخطة الحالية لإذاعة القرآن الكريم التعليمية، وكان لهم الدور الكبير في هذه الخطة المتميزة التي عبرت عن قوة وعن تميز في هذه الإذاعة، مثل برنامج مثلا صباح الخير صباح القرآن وفتاوى وأحكام مع الدكتور ماهر السوسي، وبرنامج مع القرآن دكتور عبد الكريم الدهشان وأفقت ومجموعة من طلبة الماجستير، ونخصهم هنا طبعا الإخوة جميعا حضروا طلبة الماجستير يشاركونني في برنامج مع القرآن الكريم، برنامج حواري ووقفت مع الآيات الكريمة، وهم طبعا معيدين في الجامعة وفي نفس الوقت من طلبة برنامج الدراسات العليا بكلية أصول الدين، وبرنامج أفاق تربوية، وبرنامج مع إخوة من الفضلاء من كلية التربية والجائزة، ومع الأخ زيد أبو زيد أبو زايد وبراعم المحبة مع الأستاذ علي الحلو ونبيع الصفاء وروضة المحبين والأنس بذكر الله وكف عليك لسانك مع الدكتور محمود الشوبكي، جزا الله البروفيسور محمود الشوبكي رئيس مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، الذي طبعا كانت الحاضنة الأولى لفكرة الإذاعة وكانت بارقة الإذاعة أصلا من إذاعة من مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بكلية أصول الدين طبعا، وهذا إن دلنا فعادت علينا يعني أمل جديد، حيث عادت علينا بفكرة الإذاعة ووفقنا الله تبارك وتعالى بفكرة الإذاعة، ثم إذاعة القرآن الكريم أيضا تعكس من بركات القرآن وبركات خدمة القرآن الكريم، وبفضل الله الآن كلكم يرى ويسمع هذه الفضائية الواعدة، هذه الفضائية الرامزة، هذه الفضائية المباركة التي الآن انطلق اهتمام الجامعة الإسلامية بهذه المشاريع الطموحة، حيث أعطت فرصة رائعة جدا للإذاعة القرآن الكريم التعليمية، وأعطت فرصة أيضا لمشروع فضائية الكتاب، وقد تمت الفكرة الأولى وتمت الفكرة الثانية برعاية مباشرة حفية ومهتمة ومخلصة ووفية من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية فضيلة النائب جمال الخضري، الذي يعني سرعان ما يؤيد أي فكرة فيها تميز وفيها إبداع للجامعة الإسلامية، وفي خارج الجامعة الإسلامية أيضا كما نسمع ونرى له ونلمس من جهود وتميزات وعطاء مستمر لهذا الشعب الفلسطيني. دكتور باشمهندس جمال نجل الخضري كان له دور كبير جدا في إنجاح إذاعة القرآن الكريم التعليمية، وكان له أيضا دور بارز جدا ومتميز في إنجاح فكرة الفضائية، وهو الآن يعتبر رئيس مجلس أمناء فضائية الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك لا ننسى من الشكر فضيلة الدكتور كمالين كامل شعث، الذي كان له دور بارز في المشروعين، ويحضرني ذلك المشهد حينما كان الدكتور رئيس الجامعة جزاه الله خير الجزاء يتحدث عن منجزات الجامعة في مهرجانات التخرج، وكان في كل مهرجان يكرر دور إذاعة القرآن الكريم التعليمية وإنتاج الإذاعة الإنتاج المحلي والوطني، كيف كان أكثر من ثلث البرامج هو إنتاج محلي، وكان يعني يتفاخر في هذا التميز لهذه الإذاعة. مشكور الدكتور كامل شعث على هذا التشجيع لهذا المشروع،
وجزاه الله عنا خير الجزاء. وحتى لا أطيل، نحن إن شاء الله رب العالمين نعدكم في إذاعة القرآن الكريم التعليمية بأن نقدم المزيد وأن نحرص على الامتياز والتميز حتى نكون فعلا فرع عن إعجاز القرآن الكريم. بارك الله فيكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوني والقلم تزهو بقرآن فيضا من الحكم، بالنور قد جاءت تسعى إلى القمم. يا منبر التوحيد، يا منبر التوحيد، يا صوت دعوتنا، جدد لنا مجدا قد كان في القدم. دستورنا القرآن نسمو به دوما، صرنا به عظماء سدنا على الأمم. أنوار هادينا للحق تهدينا، اسم والقلم. أيها الإخوة الكرام، أنتم الآن أيضا على موعد مع كلمة لفضيلة الدكتور ماهر أحمد السوسي، نائب عميد كلية الشريعة والقانون وعضو مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأصحابه أجمعين. الأخ رئيس مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية من الجامعة الإسلامية، الإخوة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، الإخوة الحضور جميعا المشاركون في برامج إذاعة القرآن الكريم التعليمية، على كل من شارك في هذه الإذاعة الفتية أن يكرم. والتكريم ليس هو إلا رمز للاعتراف بهذا الجهد المبذول من أجل أن تكون إذاعة القرآن الكريم التعليمية هي إذاعة مميزة، هي ليست رقم بين الأرقام، وإنما هي قيمة مختلفة. أيها الإخوة الأحبة، إن الجامعة هي مؤسسة تعليمية كبرى، وتقوم على فلسفة خاصة. هذه الفلسفة أصلها بناء العقول، بناء الفكر وبناء العقل، ومن ثم بناء الإنسان المتميز الذي يستطيع أن يؤدي دوره الاجتماعي كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك وللمساهمة في هذه الفلسفة، كانت إذاعة القرآن الكريم مؤسسة من مؤسسات الجامعة أن تكمل هذا الدور الذي تؤديه الجامعة. فكانت إذاعة القرآن الكريم وسيلة من الوسائل التي تطير بالجامعة الإسلامية خارج أسوارها، وكانت إذاعة القرآن الكريم في وقت أن يكون كبيرا. وبالفعل فإن الأمر كان كذلك، لأننا كما قلنا هذه الإذاعة انبثقت لتكون منبرا من خلاله تستطيع الجامعة أن تبث فلسفتها في بناء العقول وبناء الفكر وبناء الإنسان. من أجل ذلك كان ما قدمتم من برامج، كانت هذه البرامج بشهادة الجميع هي برامج نوعية غير مسبوقة، برامج كان لها التي ينبغي أن تكون. أيها الإخوة، تعلمون جميعا أن هناك الكثير الكثير من وسائل الإعلام، ومنها ما هو موجه، ومنها ما هو متخصص في تشويه فكر أبنائنا وتوجيههم وجهة لا نريدها نحن بل يريدها غيرنا. وهذا أيضا يعني عامل آخر من عوامل الصعوبة التي كانت تواجه هذه الإذاعة الفتية. لكن بحمد الله تعالى وبفضل جهود الذي قمتم به، كانت بالفعل إذاعة القرآن الكريم هي قيمة وليس رقما،
قيمة شهد لها معظم العاملين في وسائل الإعلام المحلية، كم كانوا مذهولين من هذه الإذاعة التي استطاعت أن تقدم في أشهر معدودة على طول سني عمرها الطويل. أيها الإخوة الأحبة، من أجل ذلك، من أجل هذا العمل المتميز، من أجل هذه المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني، في بناء التفكير الفلسطيني، في توجيهه إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه، من أجل ذلك كله كان هذا الاحتفال من أجل تكريم هذه العقول في معناها والمؤثرة والمشجعة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أنا أريد أن أقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هناك شكر موصول من أعماق قلوبنا إلى الجهات الداعمة إلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بإخوة كرام وأساتذة أفاضل في هذا اللقاء الأول لإذاعة القرآن الكريم التعليمية. في الحقيقة أن الإعلام له وظائف عديدة، لربما في الفترة الأخيرة برز دور الإخبار أو الإعلام، توصيل الخبر أو المعلومة كان حاضراً ومحط تنافس لجميع وسائل الإعلام، وهو أصبح ما يميز وسيلة عن وسيلة أخرى بسرعة ما تقدمه من أخبار. صعبة التطبيق إلى أن بدأت هذه الإذاعة بتوفيق الله عز وجل وركزت على وظائف أخرى للإعلام، وهي التنشئة الاجتماعية والتعليم والتثقيف، فاستطاعت بفضل الله عز وجل أن تدخل كل بيت من بيوت قطاع غزة، وأصبح لها عنوان بارز وكبير بفضل الله عز وجل، أكرر، ثم بفضل القائمين عليها ومقدمي هذه البرامج المتميزة، حيث أن هذه البرامج لامست اهتمامات هذه المؤسسة الجامعة الإسلامية. ولضيق الوقت لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر راعي المسيرة النائب المهندس جمال نادي الخضري لرعايته واحتضانه لهذه المشاريع المتميزة، والشكر موصول كذلك للرجل الذي تعلمنا منه أنه لا شيء اسمه مستحيل، الدكتور عبد الكريم الدهشان، الذي بمجرد أن كان يطرح بعض الأفكار كان البعض يبتسم أنه صعب تطبيق. تعمل إذاعة في الجامعة هذا أمر صعب، أنت شايف في حكومات وفصائل وأحزاب تقوم وراء الإذاعات تحتاج إلى جهود كبيرة، وكانت بفضل الله عز وجل هذه الإذاعة متميزة وبأقل الإمكانات، ثم طرح فكرة أخرى وهي الفضائية، وكانت الغرابة أكثر، وما هي إلا شهور. وفي الحقيقة أن هناك دول قامت وراء فضائيات استمرت سنوات طويلة، وآخر يعني فكرة يطرحها الآن هو قمر صناعي، ربما تستغربون من الإطلاق قمر صناعي، وبإذن الله عز وجل سيأتي اليوم الذي نملك فيه هذا القمر ونخرج من الابتزاز الغربي لاحتكار ملكية الأقمار الصناعية كما تعلمون. وأكرر شكري أيضا لجميع الإخوة العاملين في هذه الإذاعة، وعلى رأسهم أخينا الفاضل أبو البراء المهندس وسام عبد الحق، الذي بحق كان له فضل كبير بعد فضل الله عز وجل. والإخوة جميعا حقيقة، وعلى رأسنا كنا كالتاج حقيقة، أخونا أبو الناجي الخضري الذي هو يعطي الإمداد ويعطي الدعم ويعطي يعني النصيحة من أجل ويعطي الرعاية والدعم من أجل أن يصبح الحلم حقيقة، وكذلك رئيس الجامعة. نشكر من جديد الأستاذ وائل المناعم نائب رئيس مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية. هي العراقة والأصالة تنثر حروفها الممتدة من اللحظات الأولى إلى لحظات التواصل الآني المتواصل قدما بفضل الله تعالى إلى مستقبل واثق وأمل واعد ومستند إلى طاقة متواصلة. اليوم نحن هنا وبدورنا نقدم لكم من الورود باقات الشكر والامتنان،
نهديها لأساتذة كرام كرمنا بتكريمهم. أيها الإخوة الكرام، طبعا نبدأ برئيس مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية والمشرف العام لقناة الكتاب الفضائية الدكتور عبد الكريم الدهشان، طبعا مقدم برنامج مع القرآن وبرنامج دراسات في القرآن وعلومه. زكريا الزميلي مشارك في برنامج دراسات في القرآن الكريم وعلومه. الدكتور عصام زهد مشارك أيضا في برنامج دراسات في القرآن الكريم وعلومه. حياك الله دكتور. الدكتور في برنامج فتاوى وأحكام. الأستاذ الدكتور محمود الشوبكي رئيس مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية مقدم برنامج أمسك عليك لسانك. حياك الله دكتور. الأستاذ هاني عوض مقدم برنامج حق التلاوة. الأستاذ عزات السويركي مدير قسم القراءات بدار القرآن الكريم والسنة مقدم برنامج نظرات في علم التفسير والقراءات وبرنامج التلاوة التطبيقية تأهيل السند. طبعا برنامج الأستاذ نعيم من البرامج الأصيلة والأولى الأستاذ عزات السويركي طبعا، والسند كان بقدمه على الهواء مباشرة. المبارك بارك الله فيك. الأستاذ الدكتور زكريا زين الدين طبعا هو اعتذر مقدم برنامج دراسات في الحديث الشريف وعلومه. الأستاذ عبد الرحمن حمد مقدم ثلاث برامج وتحسبونه هينا وبرنامج النبيع الصفاء في فقه الدعاء وبرنامج روضة المحبين. الدكتور محمد بخيت عميد كلية أصول الدين مقدم برنامج العقيدة الإسلامية. الأستاذ الدكتور محمد عيد شبير رئيس الجامعة الإسلامية سابقا مقدم برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أيضا اعتذر الدكتور صالح الرقب مقدم برنامج السحر والرقية الشرعية. الدكتور خالد حمدان مقدم برنامج العقيدة الإسلامية. الشيخ صالح علي مقدم برنامج لطائف نبوية وبرنامج تأملات في بعض الإعجازات. الأستاذ علي الحلو مقدم برنامج الأطفال براعم المحبة. الأستاذ عبد الفتاح حمودة مشارك في برنامج مع القرآن. الأستاذ ماجد سكر مشارك في برنامج أيضا مع القرآن. الأستاذ محمود نور مشارك في برنامج مع القرآن. الأستاذ عامر قاسم أيضا مشارك في برنامج مع القرآن. وكذلك الأستاذ زكي أو الأستاذ زكي مطر هو مشارك في تقديم برنامج حلقات التفوق وهو الخاص بالثانوية العامة. الأستاذ مصطفى الريفي مشارك في تقديم حلقات برنامج التفوق. الأستاذ جهاد الأغا أيضا مشارك في تقديم حلقات برنامج التفوق. الأستاذ صلاح قرقز أيضا مشارك في تقديم حلقات برنامج التفوق. الأستاذ حمد نتيل مشارك في تقديم حلقات برنامج التفوق. وكذلك الأستاذ علام الشوى أيضا مشارك في تقديم هذا البرنامج، والأستاذ عماد كشكو أيضا، وأخيرا الأستاذ إبراهيم إدعيج. أيها الإخوة الكرام، أبقى وإياكم الآن مع كلمة للمهندس وسام عبد الحق المحلاوي المدير العام لقناة الكتاب الفضائية، فليتفضل على بركة الله. الماضي وخلال العام الماضي كان لابد من الإشارة إليها هنا في هذا المقام. يعني في البداية حضرة الدكتور عبد الكريم الدهشان رئيس مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية والمشرف العام لفضائية الكتاب، السادة أعضاء مجلس إدارة إذاعة القرآن الكريم التعليمية، السيد
الدكتور محمد بخيت عميد كلية أصول الدين. السادة الحضور الكرام كل بلقبه واسمه، نرحب بكم جميعا في هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأجر فيه على الجميع. في البداية نشكركم جميعا أساتذة كرام، ونقول لكم أننا تعلمنا منكم جميعا واستفدنا منكم جميعا، وبمجهوداتكم المباركة والكبيرة من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم عمت هذه الفائدة لمجتمعنا، وعمت الفائدة والموعظة الكريمة والحسنة لكل البيوت الفلسطينية، ما ساهم بشكل مباشر وفعال في رفع ذكر واسم إذاعة القرآن الكريم التعليمية في الأوساط الفلسطينية في قطاع غزة جمعاء، وجاوزت هذا المدى لتصل إلى جنوب الضفة الغربية. فنشكركم جميعا على هذا المجهود الكبير وعلى هذا العطاء المتميز حقيقة الذي ساهم في رفعة شأن الإذاعة بمجهوداتكم وبنفسكم المستمر معنا وهذا العطاء الكبير. أريد أن أتحدث بشيء من التوضيح فيما يتعلق ببرنامج الثانوية العامة حتى يعني نوفي أساتذة الثانوية العامة حقهم، هؤلاء الأساتذة الكرام الذين ساهموا معنا بعطاء كبير. ربما يعني هذا العطاء الكبير البعض لم يبين لهم، نريد أن نوضح هذه الجزئية، لأن إذاعة القرآن الكريم عندما انطلقت أخذت على تكرموا قبل قليل الأستاذ عماد كشكو والأستاذ حمدي متيل والأستاذ علام الشوى والأستاذ صلاح قرقز والأستاذ مصطفى والأستاذ زكي والأستاذ إبراهيم وباقي الأساتذة الكرام الذين شاركونا هذا البرنامج بعطاء حقيقة غير مسبوق، لأننا قدمنا هذا البرنامج على إذاعات سابقة كان عدد الحلقات لا يتجاوز 10 حلقات، في إذاعة القرآن الكريم جاوز عدد حلقات كل برنامج 20، وهذا مجهود غير مسبوق وعطاء غير محدود يحسب حقيقة لأساتذة الثانوية العامة الكرام الأكفاء الذين رفعوا ذكر هذه الإذاعة وأفادوا المجتمع بشكل كبير. نتوجه لهم جميعا بالشكر الجزيل لعطائهم اللامحدود، ويستحضرني هنا موقف لم يحدث معنا هذا العام وإنما حدث في الأعوام السابقة عندما كنا في إذاعة صوت الأقصى مع الأستاذ عماد كشكو، عندما بدأت المناكفات السياسية وما إلى ذلك القادم. طب قلت له ماذا ستقول يعني؟ قال يعني متوكل على الله والحمد لله، وإن شاء الله الخدمة خدمة الناس وخدمة المجتمع أولى من كل شيء. وفعلا تقدم، والشهر التالي تنقطع راتبه كما توقع، فنسأل الله سبحانه وتعالى له الأجر والمثوبة والجزاء الحسن. وهذا من الأمور الجميلة حقيقة التي تعمق مفهوم الخدمة المجتمعية الكبيرة التي يأخذها هؤلاء الأساتذة وهؤلاء المعلمون لخدمة أفراد المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن أي شيء آخر. نشكرهم جزيلا وندعو الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. النقطة الثالثة التي لابد من الإشارة إليها هم الموظفين الجنود المجهولون في إذاعة القرآن الكريم التعليمية. كلنا يعلم أن أي إذاعة أو أي فضائية أو أي مؤسسة تحتاج إلى كادر وظيفي يقوم بأعباء هذه المسؤوليات. نحن في إذاعة القرآن الكريم والتعليمية اختصرنا العدد إلى عدد بسيط جدا لكي نراعي الإمكانات المتوفرة، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمجهودات هؤلاء العاملين الذين واصلوا الليل بالنهار، يعني إذا الناس بتداوم شفت كالمعتاد يعني والكلام المعتاد، الشباب كانوا يداوموا شفتين وثلاثة حتى تخرج الخطة البرامجية بالشكل المطلوب، فنوجه لهم كل الشكر وكل المحبة وكل الاحترام على هذا المجهود الكبير الذي قاموا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والمثوبة. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى لن ننساكم أبدا، أنتوا دائما في العين المليانة زي ما بيقولوا يعني. كما ولا يفوتني هنا أن أقدم لحضراتكم من سيتولى المسيرة، مسيرة إذاعة القرآن الكريم التعليمية على الجانب التنفيذي، المدير الجديد لإذاعة القرآن الكريم التعليمية الأستاذ أحمد، نرحب به جميعا معنا هنا في هذه الأمسية، ولا أقول ضيفا طبعا لأنه عن يسار العميد طبعا.
ولا أقول ضيفا لأنه صاحب بيت، إحنا هلقيت ضيوف عنده. ماشي. وأشكركم جزيلا جميع الإخوة على ما قدمتم من مجهود رائع ومجهود كبير حقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه الأجواء، الأجواء الإيمانية، أجواء الحب، أجواء السعادة التي تغمرنا بفعل هذا الإنجاز الكبير الذي قدمناه من خلال الجامعة الإسلامية، هذه المؤسسة العريقة وهذا الصرح الكبير، والتي يأتي على رأسها معالي النائب جمال ناجي الخضري رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الإسلامية الدكتور كمالين كامل شعث ورعايتهم، حقيقة منقطعة النظير لمثل هذه المشاريع. ورحمة الله وبركاته. بارك الله في المهندس وسام عبد الحق المحلاوي المدير العام لقناه الكتاب الفضائيه. ايها الاخوه الكرام، نبقى واياكم الان الى ان يحين موعد اذان المغرب مع دعاء لفضيله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالإخبات المخبتين وإخلاص الموقنين. اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أعل من أعلى كلمة الحق والدين. اللهم أعلي شأن من أعلى صوت القرآن الكريم. اللهم أعلي من أعلى صوت القرآن الكريم. اللهم احفظ دعوتنا، اللهم احفظ جامعتنا، اللهم احفظنا من مكر الماكرين، اللهم احفظنا من مكر الماكرين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من يا محمد في الورى ناس في كل الدنا، ما عذر من جافاك أو عاتاك. لا يعرف الجود الذي كلفته
غير المجد تعمقا بهداك. قل للذي يهدي ويهرف بالأذى هل لا وعيت بما تخط يداك. أيها الإخوة الكرام، سنبقى وإياكم الآن مع يعني وقت مفتوح إن شاء الله إلى أن يحين موعد أذان المغرب. جهز حالي نصلي، إحنا هنصلي بعدين إن شاء الله هنصلي. بارك الله فيك. إذا حاب يتكلم أحد الإخوة حابب أن يتكلم كلمة، أن ينصح نصيحة في الإذاعة القضية، فالباب مفتوح. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك أن تلبسنا به الحلل وتسكننا به الظلل. اللهم أسبق علينا به النعم وادفع به عنا النقم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمره القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب رب العالمين. يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا
سيئات يا شديد النقمات سبحانك سبحانك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونطمع في رضاك جنتك. يا خالق الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا من أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخمين في هدأة الليل يا في هدأة الليل يا رب أراك وفي ضوء النهار وأنداء وفي الصحارى وفي الأنهار السواء لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هنا 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 زيد زيد تعال انا المدير الجديد انا شفت يا جماعه الطلب